طيب هنكمل النهارده ان شاء الله، او هنبدا في التراك الثالث، نكمل الكورس بتاعنا نبدا في التراك الثالث. هنبدا نتكلم على موضوع السيرفيسز. بكل بساطه قبل ما نبدا التراك الثالث دول بسرعه كده حاجه توضيحيه ليكم عشان تبقوا فاهمين احنا نمشي ازاي فيه. التراك الثالث بكل بساطه هو اهم تراك اعتقد ممكن تاخده في حياتك كلها، لانه هياثر عليك في كل حاجه تقريبا هتدرسها يعني. خلاص التراك ده بينقسم لجزئين، جزء فيه السيرفيسز، الجزء الثاني هيكون فيه السكيورتي او البيزكس بتاعت السكيورتي. تمام كده. جزء السيرفيسز هنتكلم فيه على، مش هنتكلم طبعا على كل السيرفيس اللي موجوده في الدنيا، مستحيل حد يقدر يكفر حاجه زي كده او حد يقدر يغطي كل الكلام ده، بس هنتكلم على معظم الكريتيكال سيرفيس اللي موجوده عندك او اللي هتقابلها ممكن تكون في حياتك كلها يعني. الجزء ده هنتكلم فيه على الويب سيرفر، الاف تي بي سيرفر، الدي اتش سي بي، الدي ان اس، الميل سيرفيسز، تقريبا ممكن كمان الداتابيس سيرفيسز. خلاص وهناخد مثلا ماي سيكوال او ماريا دي بي كمثال ممكن نتكلم عليهم. تقريبا معظم الكي سيرفيسز اللي هتقابلها في حياتك كلها هنقابلها في التراك ده. ماشي، عشان كده الجزء السيرفيسز ده هتلاقيه جزء تقيل قوي، هتحس ان هو حاجه تقيله جدا واحنا بندرسها يعني، تحس ان ايه يا عم كل الكلام ده وانت احنا بنتعذب معاك. ماشي، اللي ده شرحنا بس حاجه صغيره قوي منه، ما شرحناش اللي ده خالص تقريبا حتى الان. بس يعني ان شاء الله هحاول قدر الامكان ممكن في الجزء بتاع السكيورتي بقى نفسه اشرح الايبا سيرفر مش جزء السيرفيسز. خلاص يعني دايما انا بتكلم على جزء الاوثنتيكيشن والبوليسي دون، ده جزء خاص بسكيورتي مش خاص بسيرفيس، رغم ان هو بيشتمل على انت تران سيرفيس، بس في فرق ان انت تران سيرفيس وفي فرق ان انت تكونفيجر سكيور سيرفيس. خلاص يعني ايه؟ يعني انت ممكن بمجرد ما عملت انستول للاباتشي وسيرفيس اتش تي تي بي دي ستارت كده الاباتشي عندك شغال، انت كده السيرفيس عندك بقت راننج شغاله، لكن ان انت تسكيور السيرفيس دي حاجه ثانيه خالص. فعشان كده دايما انا بحاول افصل بين الاثنين او بحاول احط كل واحده في الجزء بتاعها. في فرق كبير بين انت تران السيرفيس او انت تشغل السيرفيس، في فرق كبير بين انت تسكيور السيرفيس دي. ماشي، فجزء الاوثنتيكيشن دون والبوليسي مانجمنت بعتبر ان هو تبع السكيورتي اكتر ما هو تبع ان انت تشغل السيرفيس. ماشي كده. طيب تمام، بمجرد ما نخلص الجزء الخاص بالسيرفيسز هننقل مباشره على ها ازاي تسكيور السيستم عندك. طبعا مش هتكلم على كل حاجه في السكيورتي، الموضوع هنا عباره عن بيزكس بس في الكورس ده او في التراك ده. هحاول برضو بقدر الامكان اغطي مواضيع مش هتلاقيها موجوده كتير يعني، هحاول ان شاء الله بقدر الامكان زي مثلا الجي بي جي والبي كي اي، المواضيع الناس كلها بتخاف تخشها اساسا او بتخاف تشرحها. موضوع الاوبن اس اس ال هحاول اشرحه بالتفصيل ان شاء الله معاكم. خلاص، وازاي تعمل كيز وازاي تعمل سيرتيفيكت اوثوريتي. ليه الحكايه زي كده ممكن اركز عليها؟ لان الايبا سيرفر، فاكر الايبا سيرفر اللي قلت لك عليه بتستخدمه عشان تحط البوليسي وعشان الاوثنتيكيشن، فاكر الايبا سيرفر ده؟ الايبا سيرفر ده ممكن تستخدمه هو كمان ك بي كي اي سيرفر. ماشي، يعني انت ممكن تستخدمه كده ان انت تجنريت بي كيز وتبقى سي اي للشركه بتاعتك او سي اي للاورجنايزيشن بتاعتك. تمام، وتمانج كل حاجه من الجرافيكال يوزر انترفيس، والكلاينتس يبعتوا سيرتيفيكت سايننج ريكويست وتعمل لهم ساين للسيرتيفيكت وتبعتها لهم مره ثانيه، كل الكلام ده من الايبا سيرفر. تمام، فممكن برضو في سكتنا يعني لو في وقت لو لقيت ان انتوا عندكم قابليه ممكن تاخدوا الايبا سيرفر بالحجم ده او تاخدوا تتعلموا فيه حاجات بالحجم ده، ممكن اديها لكم كلها مره واحده وانجز معاكم، يبقى احنا كده خلصناها يعني. في جزء السكيورتي كمان هنتكلم على موضوع مهم جدا زي موضوع الفاير وول، الموضوع اللي الناس كلها عماله تسمع عن كلمه فاير وول ومحدش او الناس كلها بتخاف بشكل كبير جدا ان هي تخش فيه، وشايفين ده جزء غامض بالنسبه لهم يعني. هنتكلم عليه بشكل اعمق المره دي عن المره اللي فاتت على الكورس اللي كنت قدمته قبل كده في ريل 6. هتكلم على الاي بي تيبلز لوحده، وبعد ما اخلص الاي بي تيبلز هنقلكم بقى على الحاجه الدلعه اللي هي الفاير وول دي. ماشي، هنتكلم كمان عن الاس اي لينوكس او سكيورتي انهانسد لينكس. الحاجه الثانيه كمان اللي ممكن نتكلم فيها يا سيدي ايه يا سيدي؟ البام. هنتكلم على الزاين الدي. خلاص، التي سي بي رابرز كمان هنتكلم عليها.
خلاص. فأعتقد يعني هيبقى التراك ده، يبقى التراك ده كريتيكال جدا بالنسبة لكم، يعني من أكتر التراكات اللي هتلاقيها غلسة شوية معاك، مش غلسة، أنت هتحب التراك ده. جزء السكريبتنج بقى دي حاجة كده أنا مش معتبرها جزء لوحده، أنا مش معتبرها تراك لوحده، بس هتاخد مننا كده كام سيشن بعد ما أخلص جزء السكيورتي كمان. يعني مجرد ما أخلص جزء السكيورتي هخلي السكريبتنج كده سيشنز منفصلة ليها لوحدها كده على جنب. مش كده؟ بس مش هقدر اعتبرها جزء بصراحة، يعني حرام عليا يعني. تمام. هحاول اتدرج معاكم في التراك دول، مش هحاول اكون اجريسيف ضدكم يعني واعذبكم معايا عذاب السنين. هحاول امشي معاكم واحدة واحدة، ابدا بالاول بالحاجات اللي هي السهلة قوي، وبعد كده اتدرج الحاجات النص نص، وبعد كده الحاجات الصعبة ان شاء الله. يعني ان شاء الله نحاول نبدا يعني. جزء الكلاستر يا حسام، انا كنت الناس كانوا اتجمعوا الاسبوع اللي فات عشان نبدا نشتغل في الكورس، مش فاكر تقريبا يوم الاحد اللي فات حاجه كده يعني. اديت للناس تاسك، انا كنت يعني كنت حاطط الشرط ان انا اخلص او ان انا اكمل الكورس مع الناس، ان يكون في ناس على الاقل عندها استعداد ان هي تتعلم وتكون ذاكرت الحاجات اللي احنا خدناها او اللي انا قلتها قبل كده في الجزء بتاع الكلاستر اللي فات. طلبت تاسكات من الناس، ثلاثه ردوا عليا بس. فلما ثلاثه ردوا عليا، مين اللي هيحضر الكورس بالمنظر ده؟ يعني بصراحه يعني موضوع صعب يعني. خلاص، فانا موقف لحد ما الاقي في ناس جاهزه ان هي تاخد الحاجه دي، هبدا اعلمها للناس. بس بصراحه ما عنديش استعداد ان انا اضيع وقتي واضيع وقت الناس مره تانية على الفاضي يعني. مش مستعد بصراحه، ما عنديش انا وقت كفايه اصلا ان انا اضيعه على ناس مش مستعده ان هي تتعلم لسه. خلاص، يعني كل اللي طلبته من الناس اللي يكون في على الاقل ستة او سبعة موجودين في الكورس، ما عنديش اي مشكله اشرحه يعني. بس مفيش عدد كافي يعني. وبصراحة يعني أنا ما عنديش مرارة تستحمل إن أنا أقعد أكون في كورس الكلاستر وأجي أقول لواحد ستارت الأباتشي سيرفيس، يقول لي إيه هو الأباتشي دون، أو إن أنا ستارت السيرفيس إزاي يعني. أعتقد مراتي ممكن تدفع أروح مكسر اللاب وأقابهم وسايبهم ماشي يعني. خلاص؟ طيب، ممتاز. إحنا ممكن نبدأ الكورس بتاعنا دلوقتي. ممكن نبدا الكورس بتاعنا. زي ما احنا فاكرين من المره اللي فاتت، انا كان عندي المره اللي فاتت فاكرين اليام سيرفر، انا كان عندي مكانتين موجودين، المكنه الاولانيه كانت سيرفر، المكنه الثانيه كانت كلاينت عندي. هحتاج المكانتين دول، هحتاجهم. بس انا ممكن اعمل حاجه كمان تسهل عليا الدنيا، خلاص، وتسرع الدنيا عليا شويه. ليه بقى هعمل كده؟ لو انتوا فاكرين انا كان عندي سنتوس مينيمال، كان نازل هنا، ما كنتش منزل ملف الايزو كامل بتاع سنتوس. فانا ممكن اعمل حركه اصيع من الكلام ده كله، انا ممكن انزل الباكجز بتاعه ريد هات، هي اصلا موجوده عندي قبل كده. هعمل لها داونلود بسرعه كده، واعمل يام ريبوزيتري على السريع، واعمل مكانتين في ثواني، في اقل من 5 دقائق بالظبط هستخدمهم لبقيه التراك ده. ماشي كده؟ ليه؟ عشان مش كل شويه كل ما احب اجيب باكج اروح طالع الانترنت جايبها وراجع، هيبقى الموضوع صعب جدا. او ممكن حتى نبدا النهارده لحد ما اجي بكره واجهزها يعني، عشان ما اضيعش وقت. تعالى نبدا النهارده بيهم عادي، لان النهارده انستول باكجز قليله جدا، بس ممكن من اول بكره انستول مكانتين جداد خفاف كده على السريع. ونعمل لوكال يام ريبوزيتوري يكون فيها كل الباكجز بقى، بحيث ان احنا كل ما نيجي انستول ما نجيبش حاجه من على الانترنت يعني. خلاص، بدل ما تقعدوا تستنوا جنبي كام دقيقة دول اوفر لكم يعني، اوفرنا احنا حتى في الكورس يعني. ماشي؟ فتعال نبدا النهارده عادي، باننا النهارده كده كده نشتغل على حاجات بسيطة. تعال نبدا النهارده على المكانتين اللي كانوا موجودين قبل كده. وبعد كده نبقى نسيت اب الريبوزيتوري في اي وقت تاني. ماشي؟ تعال نبدا المكانتين كده، نعمل لهم ريسيوم عندي. ادي المكنه هي اتعمل لها ريسيوم. وعندي كمان يا سيدي راحت فين؟ سنتوس. احنا فتحنا سنتوس 7 للاسف. طيب احنا المفروض نفتح المكنه، لا فتحنا سنتوس سيرفر. طيب ممكن اخبي دي كده هنا. راحت فين؟
ممتاز. تعال كده نروح للترمينال بتاعنا. وده الكلاينت كمان. ممتاز جدا. ليه بس كده؟ ماشي. انا الكلاينت بتاعي كان الاي بي بتاعه 132 والسيرفر كان 131. تعالى كده نكونكت على، وكان 132 و133. تعالى كده نتأكد من الاي بي بتاعها مرة تانية. اي بي ادرس شو كده 132 موجودة اهون. بينج مفيش مشاكل. تعال نكونكت كده على 132. ممتاز. انا كده كونكت على الكلاينت دلوقتي. الماك المتخلف بيعذبني معاه. ماشي. تعال نفتح ترمينال تاني كده. تعال نكونكت على 133. حلو جدا. انا كده عندي مكانتين هون. المكنه الاولانيه الكلاينت، المكنه الثانيه السيرفر. تعال هنا كده نعمل نغير الكلر بتاع ده عشان نبقى شايفين ايه اللي بيحصل حوالينا، وتعالى نغير الكلر بتاع ده ونديله لون تاني. ماشي كده عشان يبقى واضح بالنسبه لكم وانتوا بتبصوا كده على التيرمينالز ايه اللي موجود. طيب ممتاز. اول سيرفيس هبدا بيها هي اسهل سيرفيس ممكن تشوفها في حياتك، هي الدي اتش سي بي سيرفيس. خلاص كده اول سيرفيس هبدا بيها. قبل ما اعمل اي حاجه الانستليشن بتاع اي سيرفيس موضوع بسيط جدا. تعال كده نجرب بينج كده على ياهو دوت كوم. ها عندي انترنت اكسس. طيب كلام جميل. اول حاجه هعملها انستول الباكج. ايوه هعمل نوت للكلام ده طبعا، اكيد يعني اكيد هعمل نوت للكلام ده. خلاص بس الاول قبل ما اعمل اي نوت هانستول الباكج، اتاكد الباكج انستول وان السيرفيس اب اند راننج. خلاص دايما عود نفسك من اول ما نبدا التراك ده اي سيرفيس هتكلم عنها قبل ما ابدا اشرح اي حاجه اتاكد من حاجتين، ان الباكج انستول، الحاجه الثانيه ان السيرفيس راننج رقم واحد. طيب تعال نحقق الشرطين دول. الاولاني كده يم، الاول كده يم سيرش دي اتش سي بي. تعالى كده نشوف. هتلاقي عندك دي اتش سي بي اهو شايف دي الباكج اللي احنا عايزينها. تمام. تعالى كده نعمل لها انستول عندي يم انستول دي اتش سي بي. الحاجة الثانية يم هتأكد بس إن الفيم موجود عندي عشان برضو مراتي ما تتفقعش. الفيم موجود الحمد لله. بس أنا كده الباكج عندي بقت انستول. الخطوة الثانية أتأكد إن هي أب أند راننج. ممكن أقول له كده سيستم كنترول ستيتس للدي اتش سي بي سيرفيس اللي موجودة عندي دي اتش سي بي دي. طيب قال لي دي اتش سي بي دي ده اسم السيرفيس اهي. هي ايه؟ ديسيبلد وان اكتف. طيب تعالى ايه نغير الكلام ده. اقول له كده سيستم ستارت دي اتش سي بي دي. قال لي فيلد. طيب تعالى نعمل لها انيبل حتى سيستم كنترول انيبل دي اتش سي بي دي. ممتاز. تعالى كده نقول له شوف لي كده حاله الستيتس بتاعت الدي اتش سي بي دي.
قال لي هي المفروض المرة دي إن هي هتبقى إيه؟ enabled خلاص؟ لكن إيه اللي حصل لها؟ failed، فيها مشكلة. ماشي، هنتكلم على الفيلير ده ليه دلوقتي وإيه؟ وهنحاول نظبطه. قبل ما نتكلم على الفيلير تعالى نتكلم على الدي اتش سي بي كده بشكل سريع خلاص كسيرفيس. ماشي، تعالى كده نروح للوان نوت كده نبدأ نشرح الكلام دول. ممتاز جدا. طيب ايه هو موضوع الدي اتش سي بي؟ بص كده، انت دايما لو انت عندك شبكه خلاص، يعني عندك شبكه كبيره جدا، الشبكه دي عباره عن شويه راوترات واصله بين شويه سويتشات، والسويتشات دي موصله لك راوترات ببعض، ده جزء من الشبكه وراك هنا موجود في الحته دي، وده واصل بسويتش تاني، السويتش ده موصل لك مجموعه اجهزه. كل الاجهزه اللي موجوده دي، كل الاجهزه دي عشان يقدروا يكومينيكيت مع بعض، فرضا الراوتر ده واصل بشبكه دي ام زي كبيره، هنتكلم عن موضوع الدي ام زي ده بالتفصيل، وصل عليها شويه سيرفرات كبيره كده عندك. كل الاجهزه دي سواء كان كلاينت ماشين ولا سيرفر ماشين، كلهم عشان يتكلموا مع بعض كل مكنه لازم يكون عندها اي بي خلاص، كل مكنه لازم يكون عندها اي بي. عشان كل مكنه يكون عندها اي بي الموضوع ده بيكون موضوع مزعج جدا. تخيل عندك شبكه بتتكون من 100 جهاز، 100 جهاز بس، انت مضطر تروح ل 100 جهاز لكل جهاز لوحده تديله اي بي بايدك، تديله اي بي بقى، وتديله النت ماسك بتاعته، وتديله الجيت واي بتاعته، وتديله دي ان اس. موضوع عذاب جدا يعني. ماشي، عشان تحل المشكله دي، عشان تحل المشكله، عشان الناس كلها تحل المشكله دي، قال لك بس يا عم بدل ما انت هتقعد تعذبنا وتعذب الناس معاك اعمل ايه؟ قال لك بس انا هعمل لك سيرفيس اسمها الدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي اختصار ل دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. ايوه، يعني بتعمل ايه؟ بص كده من اسمها، من اسمها دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، من الاسم اساسا كونفيجريشن بروتوكول ودايناميك. تعال كده نترجم الكلام ده، بص لي بكل بساطه، كونفيجريشن بروتوكول هو بروتوكول كل وظيفته في الحياه ان هو يعمل اوتو كونفيجريشن للنتورك بتاعت الاجهزه اللي موجوده، للنتورك سيتنجز بس كده خلاص. ودايناميك معناها ان انا مش مضطر ان انا احط حاجه ستاتيك بايدي او الاي بي ادرس بشكل ستاتيك على كل مكنه لوحدها، عشان كده تسمى دايناميك. يبقى من اسم البروتوكول قدرت تفهم بيعمل ايه خلاص. يبقى الدي اتش سي بي عباره عن بروتوكول كل وظيفته في الحياه ان هو يغير السيتنجز او يديك سيتنجز او نتورك سيتنجز خاصه باي مكنه موجوده عندك على الشبكه بس كده. هذا كل فضول الدي اتش سي بي. طب الدي اتش سي بي ده هيتم ازاي يا عم؟ قال لك الموضوع بسيط جدا، الموضوع بسيط جدا. تعالى نسهل شكل الشبكه اللي احنا عملناها دي. قال لك هيكون عندك سيرفر موجود، السيرفر ده واصل على شبكه، بالمناسبه الشكل اللي لما بعمله ده معناه سويتش، الشكل ده بالنسبه لك معناه سويتش، الشكل ده لما اعمله معناه راوتر خلاص، الشكل ده لما اعمله معناه راوتر، الشكل ده لما اعمله معناه سويتش، تمام كده. قال لك بس عشان الدي اتش بي يشتغل بسيطه جدا. خلي عندك سيرفر هو الدي اتش سي بي سيرفر. طيب ادي مكنه الكلاينت اهي، اللابتوب بتاعه او الجهاز بتاعه. قال لك والله الكلاينت ده هيجي يقوم، خلي الكلاينت كونفيجر الكلاينت ان هو يستخدم الدي اتش سي بي بروتوكول عشان يحاول ياخد اي بي من الشبكه. طب هيتم ازاي الموضوع ده؟ قال لك بسيطه خالص، الكلاينت او عمليه ان الكلاينت ياخد اي بي من الدي اتش سي بي هتتم على 4 خطوات. ال4 خطوات دول او العمليه دي كلها على بعضها كده اسمها الدوره. ايه الدوره دي؟ الدوره دي اختصار لديسكفر اوفر ريكويست اك.
ديسكفر بكل بساطه الكلاينت ده عايز ياخد اي بي، فالجهاز بتاعه هيكون كونفيجرد ان هو ككلاينت يدور على اي بي من نتورك. فهيعمل ايه؟ هيبعت كده برودكاست باكت، خلاص هيبعت برودكاست باكت. البرودكاست باكت ده مبعوت على سبيشال ماك ادرس اسمه اف 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 1 2 3 4 5 6. ايه السبيشال ماك ادرس ده؟ السبيشال ماك ادرس ده بكل بساطه لو انت ترجمته كده لديسمال هتلاقيه اسف ليكس ديسمال، لا بلاش خليها لديسمال، خليها لديسمال، هتلاقيه 255 255 255 255. السبيشال ماك ادرس ده اللي بصيت عليه هو عباره عن البرودكاست، البرودكاست ببعته لأي جهاز موجود في الدنيا. بمعنى لو عندك سيرفر تاني اف تي بي سيرفر هيستقبل نفس ايه؟ ها نفس الباكت دي، نفس الديسكفر باكت دي. لو عندك كلاينت تاني، يعني لو عندك يوزر تاني موجود في الشبكة، لما الكلاينت ده يبعت يقول انا عايز اي بي، هو كمان هيستقبل نفس الباكت، بيبعت لكل اللي حواليه في الشبكة يقول لهم لو سمحتوا انا عايز اي بي. المفروض مين اللي يرد عليه بس؟ المفروض مين اللي يرد عليه؟ الدي اتش بي سيرفر ده، الدي اتش بي سيرفر ده هو المفروض هو اللي يرد عليه. هيرد عليه، هو هيبعت يقول انا عايز اي بي، هيرد عليه لو في دي اتش بي سيرفر، لو في الدي اتش بي سيرفر هو اللي هيرد يقول له اتفضل انا عندي اي بي ادرس متاح، وليكن فرضا انا معايا الاي بي اللي اسمه اكس دوت اكس دوت اكس دوت اكس، ممكن تاخده. مش كده وبس، خد الاي بي وخد النت ماسك وخد الجيت واي. ممكن كمان يقول له خد كمان الدي ان اس ده معاك، يعني هبعت له كل نتورك سيتنجز اللي هو محتاجها اهو. خلاص كده، يبقى الراجل ده بعت الاول، ده رقم واحد بعت ديسكفر، ده راح رد عليه باوفر. ماشي كده. طيب لما الدي اتش سي بي سيرفر يرد على الدي اتش سي بي كلاينت هنا في الاوفر، هيرد عليه برودكاست مسج ثانيه ولا ايه؟ لا، قال لك لما يجي الدي اتش بي سيرفر هيرد عليه بيونيكاست باكت. خلاص كده. طب ابعتها لمين بالظبط؟ قال لك هيبعتها للماك ادرس، هيبعتها للماك ادرس اللي عمل ايه؟ هيبعتها للماك ادرس اللي عمل ايه؟ اللي بعت ريكوست. بس كده، ادي بكل بساطه، او اللي بعت ديسكفر. يبقى الدي اتش سي بي سيرفر استقبل الديسكفر هنا، راح شايف مين الماك ادرس اللي طلب الاي بي ده، وليكن الماك ادرس اللي اسمه مش عارف كذا نقطتين كذا نقطتين كذا، اهو ده الماك ادرس بتاع الجهاز ده. خلاص، هيروح عامل ايه؟ هيروح واخد الماك ده اللي بعت له اللي هو بتاع الجهاز ده، يرد عليه بايه؟ يرد عليه باوفر، يقول له خد الاي بي ده، انا عندي معلومات النتورك دي، ممكن تستخدم الاوفر ده مني. بس كده. ها، وضحت كده؟ وضحت؟ طيب الراجل ده رد بايه؟ رد باوفر. يروح الراجل ده باعت له مره تانية يقول له طيب انا قبلت الاوفر بتاعك ده يا عم، ممتاز جدا انا قبلته، ادي الخطوه رقم 3. يقول له طب خلاص، انت اديني الاي بي هات دي، انت اديني النتورك سيتنجز دي، طب ادهاني انا هاخدها منك، انا قبلت الايه الاوفر بتاعك ده. يروح الراجل ده، خلي بالك الريكوست رقم 3 ده هو كمان بيكون عباره عن برودكاست. ماشي. طب الريكوست رقم 4، الريكوست رقم 4 ها اسف الاستيب رقم 4 مش الريكوست رقم 4 الاستيب رقم 4 اللي بيحصل فيها السيرفر هيرد على الدي اتش سي بي كلاينت بايه؟ بقاك، يقول له طيب خلاص اتفضل ادي الاي دي معاك اهو، ابدا استخدمه. ماشي كده. يبقى اربع خطوات، ديسكفر، ها الدي اتش بي كلاينت هيبدا يبعت لكل الناس اللي موجوده معاه على الشبكه يقول لهم عايز اي بي. مين اللي هيرد عليه؟ اللي هيرد عليه الجهاز اللي هو كونفيجر ان هو يكون دي اتش بي سيرفر. تمام كده. طيب هيرد عليه بايه؟ هيرد عليه باوفر. الراجل ده ياخد الاوفر، والله الاوفر ده عاجبني، تمام النتورك سيتنجز دي فاليد، يروح هو باعت له يقول له طب اديني الحاجات دي،
انا هاخدها منك، انا بريكوستها منك بشكل رسمي دلوقتي. يروح الراجل السيرفر ده يرد عليه يقول له خد، انا باكنولج، انا باكد ان الاي بي هات دي او السيتنجز دي بقت معاك دلوقتي. ها وضحت الحته دي؟ وضحت. خليك فاكر في الموضوع ده حاجتين، ان دايما دايما الكلاينت بيبعت كل رسائله سواء ديسكفر او ريكوست بيبعتهم كايه؟ كبرودكاست. لكن السيرفر بيرد دايما ها بيونيكاست باكت. خلاص؟ يبقى دايما الكلاينت هيستخدم البرودكاست لكن السيرفر هيرد بيونيكاست. ماشي؟ طيب تعالى كده بسرعه. تعال نشوف الكلاينت عندنا ايه اللي موجود عليه. تعالى كده نقول له اي اف كونفج كده. مش موجوده. طيب بما ان اي اف كونفج الامر مش موجود، تعالى كده انستول الباكج بتاعته. يم انستول نت تولز. نت تولز مش موجوده. ده لسبب، ايوه، ان انا كنت ناقل كل ملفات الريبوزيتوريز من المره اللي فاتت لما كنا بنتست اللوكال ريبوزيتوري لسلاش روت. فتعالى انيبل كل سنتس ريبوزيتوريز مره ثانيه. اي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي يام كده سيرش نت تولز موجوده اهي. يام انستول نت تولز. هقول له كده اي اف كونفج المره دي الامر هيشتغل معايا. بص لي كده، ها الماك، اسف، الجهاز ده اما الكلاينت عندي. فين الماك ادرس بتاعه يا سيدي؟ الماك ادرس اهو، ده الماك ادرس بتاعك كلاينت. خلاص بص لي كده الاي بي ادرس اللي معايا دلوقتي ايه؟ ها ده الاي بي ادرس بتاع المكنه دي. طيب النت ماسك، ادي النت ماسك. طب فين البرودكاست اي بي؟ ادي البرودكاست اي بي. خلاص كده. طيب كلام جميل. طب فين الجيت واي بتاعتي؟ ممكن اقول له كده راوت داش ان عشان اجيب الجيت واي. خلاص كده. بص لي كده الجيت واي بتاعتي للديستنيشن اللي هي اي حاجه في الدنيا 0.0.0.0 معناها اي ديستنيشن. خلاص معناها اني بكل بساطه، يعني عشان تطلع لاي حد في الدنيا اطلع عن طريق مين؟ ها عن طريق الجيت واي دي. خلاص كده. طيب كلام جميل. طيب نعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اعرف الجهاز بتاعي دون هو واخد اي بي ادرس ستاتيك ولا دي اتش سي بي. ها حد يقدر يقول لنا ممكن اعمل حاجه زي كده؟ ازاي بان ام سي ال اي؟ تقصد كده؟ شايف السيتنج دي؟ ايوه صح مظبوط. طيب في طريقه ثانيه؟ طب لو انت ما فيش عندك نتورك مانجر اصلا، لو انت عامل الديسيبل نتورك مانجر، لو انت عامل ديسيبل نتورك مانجر تعرف ازاي؟ اي اف كونفج ما فيش عندي ايثرنت زيرو اصلا. فين هعرف ازاي من هنا ان انا واخد دي اتش سي بي او اي بي دي اتش سي بي دايناميك اي بي؟ بص الحته دي كده var lib
طب ممكن من هنا؟ طيب ها، عايز حد يفكر بسرعة. بسيطة جدا، سهلة جدا. عايز تعرف انت واخد قبيل الدي اتش سي بي ولا لا؟ هتشوف ملف البروفايل. انا بكلمك في سيناريو نتورك مانجر مش موجود اصلا. يعني انت ممكن تروح كده بكل بساطة لس اي تي سي سيس كونفج نتورك سكريبت اي اف كونفج في الانترفيس بتاعك، وهتروح تشوف البوت بروتو لقيته ايه؟ ها دي اتش سي بي صح. ايوه، بس ده ممكن، ده مش معناه ان انت كده واخد اي بي دي اتش سي بي. بالمناسبه ده مش معناه ان انت واخد اي بي دي اتش سي بي. اقول لك ازاي. بص لي كده، اي اف كونفج، تعال نروح كده للايه، للماشين بتاعتي هنا، بما ان انا كونكتد ريموتلي وانا كده هبريك الاس اس اتش كونكشن. خلاص انا على المكنه بتاع الكلاينت اهي. تعالى بص لي كده، اي اف كونفج اي ان اس 33، هخلي له الاي بي بتاعه 192.168.21، خليه لي 135/24. اي اف كونفج كده دلوقتي. بص الاي بي بتاعه بقى كام. طب بنجي لي كده على الجيت واي، انا اصلا مش محتاج اساسا، انا ممكن اجي هنا كده وافتح تيرمينال تاني كونكت على نفس المكنه. ها كونكت عليها ولا لا؟ فمش معنى ان الملف بتاعك اللي عايز اوصل له اهو، مش معنى ان الملف بتاعك فيه دي اتش سي بي معناها ان انت ايه؟ ان انت واخد ابي من دي اتش سي بي دلوقتي. خلاص كده؟ طيب ها مش أي حد يطلع بأي حاجة. ها مش اي حد عنده اي اجابه؟ ما انا وضحتها لكم. طيب بص يا سيدي، لو انت على مكنه وعايز تعرف المكنه دي واخده اي بي من الدي اتش سي بي ولا لا، خلاص، او هي حجزت اي بي من الدي اتش سي بي ولا لا، بكل بساطه الموضوع واضح جدا. لو المكنه دي مش شغاله بالنتورك مانجر، هتلاقي في ملف هنا كده في var lib dh client، هتلاقي في ملف هنا كده اسمه dhcb.lees. لو المكنه دي مش شغاله بالنتورك مانجر، تاني لو المكنه دي مش شغاله بالنتورك مانجر، هتلاقي ليها ملف في المكان ده، هتلاقي فيه حاجه اسمها الليز فايل. خلاص الليز فايل ده هتلاقي فيه معلومات، هو واخد اي بي ايه، واخده من انهي سيرفر، واخده لمده قد ايه، بالمعلومات بتاعته بالكامل. ده لو انت مش شغال بالنتورك مانجر. تقول لي طب ما انا الديفولت بتاعي ريل 7، وريل 7 دول الديفولت ان هو ما يكون موجود عليه النتورك مانجر. هقول لك بسيطه، بص لي كده، هتلاقي فار لب نتورك مانجر، ها ايه، هتلاقي فيه هنا كده ملف اسمه دي اتش كلاينت مع اليو يو اي دي بتاع الكونكشن بتاعك، وهتلاقيه برضه بامتداد ايه؟ ها؟
هتلاقيه بامتداد ايه؟ دوت ليز. شايفه الملف ده؟ هتلاقي فيه المعلومات اللي النتورك مانجر بتاعك طلبها منين؟ طلبها من الدي اتش سي بي سيرفر لما قام. لو لقيت ملف دوت ليز هنا دايما دايما، طالما لقيت ملف دوت ليز معناها ايه؟ ان الانترفيس ده كونفيجرد ان هو ياخد اي بي من الدي اتش سي بي. يبقى كده تاني عندك حالتين. الحاله الاولانيه لو انت عندك ايه؟ لو انت عندك النتورك مانجر. الحاله الثانيه لو انت مش عندك النتورك مانجر. طيب تعالى كده نبص على الملف ده، ايه اللي موجود فيه عند الكلاينت؟ بص لي كده، هيقول لك انا عندي ليز للانترفيس اللي اسمه كذا، الادرس اللي خده ايه؟ ادي الادرس اللي خده، والنت ماسك هي، والليز تايم. خلي بالك الكلاينت ده لما ياخد الادرس مش هياخده مدى الحياه، خلاص كده، ده هياخده لمده محدده. فبيقول لك هنا كده ايه المده اللي خد فيها، او المده اللي الادرس ده معاك فيها لمده كام ثانيه؟ 1800 ثانيه. والراوتر بتاعك انت كلاينت كذا، بعد كده هتلاقي في عندك الايدنتيفاير مش عارف ايه، النيم سيرفرز ايه، بقيت معلومات الدي اتش سي بي. وبيقول لك ان انت ترينيو، المفروض ترينيو امتى؟ ها، يوم 18/3/2017 في الوقت ده. وضحت؟ ها، خلاص كده؟ ده كان أول ليز. طيب الليز الثاني أهو، والليز الثالث أهو، والليز الرابع، شايف؟ أدا كل الليز اللي أنت خدتها. معنى كده إن أنت لو ما لقيتش ليز أو ريسنت ليز للجهاز ده هو في الحتة دي، معناها إيه؟ ها، معنى واضح جدا إن أنت أصلا مش كونفيجر أنت تاخد منين؟ من الدي اتش سي بي. ماشي. بالمناسبة انت ممكن تلاقي الفايل موجود بس اخر ليز انت كنت واخده مثلا من سنة فاتت، ده معناه ايه؟ او واخده اخر مرة كنت واخده من اسبوع فات. طب افرض انت لقيت الملف بس لقيت الليز اللي موجود فيه، ها، الليز تايم مختلف تماما عن الوقت اللي انت موجود فيه. يعني لقيت ان الرينيو بتاعك المفروض يكون يوم كذا الساعة كذا. يعني تعال عندي هنا كده بص لي الوقت على السيرفر. الوقت على السيرفر بيقول لك النهارده 27/3. طبعا انا عندي مشكله في الوقت لان ما كنتش فتحت الفي ام دي من زمان، خلاص، بس فرضا خلينا ماشيين مع الوقت بتاع الجهاز. بيقول لك انا الجهاز بتاعي يوم 27 مارس الساعه 2 الظهر. ماشي، بغض النظر عن ان الوقت غلط، بس ارجع مره ثانيه كده للملف. تعال انزل تحت كده، بيقول لك ان انت ترينيو ليز امتى؟ يوم 27/3 الساعه 6 بالليل. طيب هل انا كده الوقت بتاعي لسه مظبوط؟ هل الدنيا عندي لسه تمام؟ هقول لك ايوه. ليه؟ لان الوقت ده لسه ما جاش. لان الوقت ده لسه ما جاش. طب افرض ان الوقت ده جه، الاكسباير بتاعك جه وانت ما عملتش رينيو، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه من اتنين، خلاص؟ يا اما هتروح ترينيو من الدي اتش سي بي، والدي اتش سي بي هيقول لك اتفضل خد اي بي جديد، يا اما مش هتعرف ترينيو، مش هتلاقي الدي اتش سي بي سيرفر اصلا. فايه اللي هيحصل؟ انت ككلاينت اصلا هتسيب الاي بي ده، مش هتستخدمه اصلا من الاساس. تاني نرجع تاني كده للوان نوت. بكل بساطه خليك فاكر دايما الحكايه دي، خليك فاكر الحكايه دي. الكلاينت موجود هنا اهو، خد الاي بي من الدي اتش سي بي. الكلاينت مش هياخد الاي بي مدى الحياه ويجري، لا، ده السيرفر لما يديك الاي بي هيقول لك اتفضل ادي الاي بي اهون، بس الاي بي انت خدته لمده محدده. ماشي كده؟ وضحت الحكايه دي؟ طيب دلوقتي عندي مشكلتين، دلوقتي عندي مشكلتين. المشكله الاولانيه، ها، فرضا ان الكلاينت ده لما راح يجدد الاي بي من السيرفر ما لقاش السيرفر، السيرفر كان بيعمل ريستارت مثلا، ايه اللي هيحصل وقتها؟ حد ممكن يرد عليا كده؟ ها، حد عنده اجابه؟ الاجابه موجوده في الثلاث سطور دول. بكل بساطه
ببساطه بكل بساطه عندك الكلاينت. الكلاينت لما خد الاي بي من الدي اتش سي بي سيرفر، الدي اتش سي بي قال له انت ترينيو امتى، يقول له انت المفروض تاخد مني او تسالني هل تكمل مع الاي بي ده ولا لا امتى. مش كده وبس، هيديله كمان حاجه اسمها اكسباير. طب افرض انت لما جيت تعمل رينيو مال اتش سيرفر ها المفروض انت بتكونفيجر السيرفر تديله زي جريس بيريود كده، تقول له لو انت حتى ما قدرتش تعمل كومينيكيت معايا ها والله معاك كمان فتره 4 ساعات 6 ساعات 2 ساعة دي فاليو انت بتعمل لها كونفيجر. لو انت ما قدرتش تكومينيكيت معايا المده دي في الوقت اللي المفروض تعمل فيه رينيو، ايوه خلي الاي بي معاك الفتره دي. طب افرض انت برضه ما قدرتش تكومينيكيت معايا بعد الفتره دي، ايه اللي هيحصل للاي بي بتاعك؟ الاي بي بتاعك هيحصل له عمليه اكسبيريشن. وصلت؟ يبقى انت مش تاخد الاي بي مدى الحياه، ده انت هتاخد الاي بي ولازم ترجع تاكد على السيرفر كل فتره ان الاي بي بتاعك ده ايه، ها ان الاي بي اللي انت خدته ده لسه انت بتستخدمه. طيب لازم ترجع للسيرفر عشان ايه، عشان تقول له ان انا بستخدمه. طب افرض انت ما عرفتش تكونتاكت السيرفر مثلا، كان السويتش اللي وصل بينك وبين السيرفر كان بيعمل ريستارت في الفتره دي، السيرفر نفسه كان بيعمل ريستارت، ايه اللي هيحصل؟ هيفضل معاك كده زي فاليو او معاك وقت كده، هنا الفاليو اللي عندي هنا تقريبا حوالي ربع ساعه، تقريبا عندي هنا تقريبا ربع ساعه، عندي فتره سماح ربع ساعه خلاص كده. بالمناسبه الفاليو دي كونفيجرد. طيب السؤال بقى، السؤال لو انت سيستم ادمن مثال واقعي وشغال في شركه كبيره، يعني مثلا عندك وليكن 300 جهاز 500 جهاز، طبعا ده مش شركه كبيره ولا حاجه، يا دوبك شركه وسط، عندك 500 جهاز وصلهم على دي اتش بي سيرفر ماشي. فرضا ان مواعيد شغلك مثلا من 8 الصبح ل 5 المغرب او ل 6 المغرب، المفروض تكون فيجر فاليو زي دي تخليها ايه؟ ها حد عنده اي اقتراح؟ مش كده وبس، سؤال نخليه اصعب كمان، المفروض الفاليوز بتاعت الدي اتش سي بي ها بتاعت الرينيو والاكسبايري ديم الدي اتش بي سيرفر نفسه، الفاليوز دي المفروض تكون كبيره قوي ولا تكون صغيره ولا تكون ايه بالظبط؟ يعني لما ادي اي بي للكلاينت اديله اي بي لمده اسبوع ولا اديله اي بي لمده شهر ولا لمده سنه ولا ايه بالظبط؟ حد عنده اي اقتراح؟ يعني ايه على حسب الشغل؟ وضح. الحته دي مهمه جدا وانت بتيجي تكونفيجر دي اتش سي بي. الفترة ما تكونش كبيرة قوي، بص كده بص بكل بساطة، بكل بساطة انت عندك مشكلتين. المشكلة الاولانية هذا السيرفر موجود اهو وهذا الكلاينت. المشكلة الكبيرة او عندك مشكلة كبيرة جدا اللي هي ايه؟ لو انت اديت الاي بي ادرس للكلاينت ده لمدة كبيرة جدا، ايه اللي هيحصل؟ الاي بي ادرسز اللي عندك هنا دي هتخلص، خصوصا ها لو عندك اجهزه بلاج اند بلاي بشكل دوري، يعني اجهزه كل يوم كل يوم اليوزر يجي لك بجهاز مختلف، شغال في شركه وبتسمح ان اليوزرز يجوا بالاجهزه الشخصيه بتاعتهم. فلو انت بتدي الاي بي ادرس ده لمده شهر ولا لمده اسبوع لكل جهاز، ده معناه ان كل جهاز هيجي توصله في الشبكه هيحجز اي بي على الدي اتش سي بي لمده اسبوع. خلاص هو حجز اي بي مش محتاج يرجع للسيرفر لمده اسبوع، فدي مشكله بحد ذاتها. ليه؟ الاي بي ادرس اللي موجوده عندك انا هتخلص.
انت لما بتيجي تكونفيجر الدي اتش اس بي بتقول له انت لما حد يجي ياخد منك اي بي ياخد من الصبنه كذا. طب ما الصبنه دي ليها رقم محدد، فرضا الصبنه بتاعتك دي سلاش 24 يعني ليها 256 اي بي، مش 256 254 اي بي تحديدا. شيل منهم الجيت واي كمان بتاعتك، يبقى انت عندك 253 اي بي ماكسيمم ممكن تديهم للصبنه دي. فلو انت عندك شبكه كبيره وسمح للاجهزه بتاعتك والاجهزه بتاعتك كل يوم بتتغير بلاج اند بلاي، ايه اللي هيحصل الاي بي ادريسز دي؟ ها هتتاخد منك. طيب فرض افتراض تاني، افتراض تاني، لو انت خليت الفاليو بتاعه الدي اتش سي بي ريكويستس او الفاليو بتاع الرينيو قليله قوي، خليتها مثلا ساعتين، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ البرودكاست هيزيد جدا. لو عندك مثلا 200 جهاز في الشبكه، ال 200 جهاز دول كلهم بيعملوا برودكاست كل ساعتين، ده انت كده هتعمل حاجه اسمها برودكاست ستورم. انت كده حرفيا بتحاول تقتل الشبكه بتاعتك. خلاص؟ معنى كده ان انت لازم تحط فاليوز محترمه، خلاص؟ لازم تحط فاليوز على حسب عدد الاجهزه اللي موجوده عندك وشغلهم هيبقى شغال ازاي، خلاص؟ عادة انا بحب الطريقه دي اللي هي ايه؟ هنزل تحت كده. وان نوت ده يعني ان شاء الله هيجيب لي شلل قريب ان شاء الله. شارح دماغي. تعالى. هو لسبب ما وان نوت مش عايز يعني اهون. طيب هذا السيرفر بتاعي وهذا الكلاينت، المفروض تحط فاليو رياليستيك هنا، يعني تخليك رياليستيك، خلاص. لو الاجهزه بتاعتك كلها وايرد عندك، دايما حاول تحط الليز او اسف الرينيو مش اقل من 8 ساعات، وده حاجه ممتازه جدا، يعني ده حاجه زي الفل، خلاص. مش كده بس، تعمل ال اللهم صل على النبي، الاكسباير بتاعه خليه 16 ساعه او خليه 12 ساعه، دي هتبقى فاليو رياليستيك لحد كبير، ماشي؟ تمام كده. طيب الحاجه الثانيه، ده انا بكلمك على المينيمم، ها على المينيمم بتاعك. الحاجه الثانيه اللي هي ايه؟ لو الاجهزه بتاعتك شبكه على شبكه وايرلس، وادي الجهاز بتاعك اهو، حاول دايما تخلي الليزز على شبكه الوايرلس بتاعتك ترينيو كل ساعتين، لان طبيعه الوايرلس اصلا مختلفه عن طبيعه الوايرد، خلاص. طبيعه الوايرلس نفسها ان كل شويه واحد عمال يشيل جهاز حط جهاز، شيل جهاز حط جهاز، كل شويه واحد جالك بموبايل جاي بتابلت، شيل الموبايل شيل التابلت. فايه اللي بيحصل؟ عدد اجهزه الوايرلس حاليا بقى اكتر بكتير جدا من الوايرد. لو حد فيكم بص على معظم شبكات الانتربرايز هيلاقي كل اجهزه الوايرلس بقت اكبر من الوايرد. فانت محتاج مع الوايرلس تخلي دايما الليست تايم ها يكون قليل، خليه كل ساعتين، وخلي الرينيو كل ساعتين ونص، ده بيبقى ممتاز الى حد كبير، يعني ده بيبقى ممتاز الى حد كبير، مش كده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ها حد عنده اي مشكله كده؟ طيب كلام جميل، نرجع بقى كده تاني لموضوعنا. تعال نرجع بقى لايه، احنا عملنا انستول السيرفر هنا، تعال نبدا نكونفيجر السيرفر عندنا ونشتغل عليه. اخر حاجه كنا عملناها ان لما جيت اقول له الاستاتس بتاعه الدي اتش سي بي، الدي اتش سي بي هو بقى عباره عن ايه؟ هو فيلد عندي اهو، لكنه انيبلد، معناها ان لما اجي اعمل ريستارت هيشتغل اوتوماتيك لوحده، بس هو في مشكله هنا. طيب عشان احل المشكله دي عندي حاجه بسيطه جدا هعملها. تعال
تعال كده نشوف ملف الكونفيجريشن بتاع الدي اتش 3 موجود في اي تي سي دي اتش سي بي. ملف الكونفيجريشن المفروض عندك اسمه دي اتش سي بي دي دوت كونف. بص لي كده يا نهار ازرق، ده مفيش ملف كونفيجريشن اصلا. شفت ايه اللي حصل؟ مفيش ملف كونفيجريشن. بيقول لك اجري يا عم روح اتفرج على سامبل من ملفات الكونفيجريشن اللي موجوده فين؟ في يوزر شير دوك دي اتش سي بي دي اتش سي بي دي دوت كونف دوت اكزامبل. فاكر لما كنا في ايام المان بيجز، فاكر يوم المان بيج لما قلت لك ان انت عندك هيكون في يوزر شير دوك هتلاقي في عندك حاجات مهمه جدا في الحاجات دي، نوصلها للتراك الثالث اهو. ده يوم من الايام اللي احنا ممكن نستخدم الدايركتوري دي. خلاص هتلاقي في عندك كده لما جيت تعمل انستول للدي اتش سي بي سيرفر باكج راح عامل ايه؟ راح عامل انستول لاكزامبل فايلز هنا، واحد للدي اتش سي بي فيرجن 4، واحد للدي اتش سي بي فيرجن 6، واحد لو هتعمل انتجريشن مع ال داب. طيب تعال نبص كده على دي اتش بي دي دوت كونف دوت اكزامبل ده. هتلاقي عندك هنا اكزامبل دي اتش سي بي سيرفر اهو بكل التفاصيل اللي انت محتاجها، يعني اللي انت محتاجها واللي انت مش محتاجها. فانا ممكن اعمل حركه صايعه جدا عندي هنا واعمل ايه؟ ممكن اعمل كوبي كده للملف ده ل دي سي دي اتش سي بي دي اتش سي بي دي دوت كونف، هعمل له اوفر رايت. هو اصلا كان فاضي ما فيش فيه حاجه. تعالى بعد كده نرجع تاني اهو. تعالى نروح لدي اتش سي بي دي دوت كونف، تعالى نفتحه كده. ادي ملف الدي اتش سي بي، بيقول لك سامبل كونفيجريشن فايل فور اي اس سي دي اتش سي بي. اي حاجه بتبدا بهاش في الملف ده هي كومنتد، اي حاجه بتبدا في الملف ده بهاش هي كومنتد. خلاص ابدا عندك بالدومين نيم. تعال نبدا كده نحط الايه الحاجات اللي احنا عايزينها هنا. خليه لي مصطفى دوت كوم. النيم سيرفرز بتاعتي، تعال نبدا نحط النيم سيرفرز بتوعنا اللي احنا عايزينهم. عشان ما اعذبش نفسي تعالى كده نروح نروح لمين يا عم؟ لعمك كروم هنا. وتعالى نروح مش عارف اللي انا كتبته دول. تعالى نروح لاوبن دي ان اس اي بي ادريسز كده، وتعالى نستخدم اوبن دي ان اس كايه؟ اهو لسبب ما تاخدوش كوبي. واستخدم الاي بي الثاني بتاع اوبن دي ان اس. لاحظ دايما ما تنساش ان في نهايه كل سطر عندك بيكون في ايه؟ ها بيكون في سيمي كولون موجوده. طيب الديفولت ليست تايم هنا 600 ثانية، يعني تقريبا 10 دقايق. شايف؟ الديفولت ليست تايم بتاعك 10 دقايق. لا انا ممكن اغير الوقت ده كده واقول له مثلا خليهولي كل 60 في 60 3600 خليهولي كل 3600 ثانية. يعني كل ساعة. والماكس ليست تايم خليهولي ساعتين. اهو. ممكن اخلي الديفولت ليست تايم بتاعي خليهولي 7200. اللي هما ساعتين بالظبط. والماكس ليست تايم 3600 في 3 10800. يعني انا بقول له هنا الديفولت ليست تايم لما ادي اي بي للكلاينت، الكلاينت لازم يرجع يرينيو مني بعد قد ايه؟ ها بعد ساعتين. والماكس ليست تايم
طب لو بعد ساعتين رجع ما لقانيش او ما قدرش يكومينيكيت معايا خلال الساعتين، خلي الاي بي ده معاه ساعه كمان اضافيه، لان الماكس بتاعه هنا بقى 3 ساعات. بالمناسبه ها الايه الوقت اللي عندك انا بتحسب بالثانيه، ماشي. طيب الحاجه الثانيه اللي بعدها كمان في عندك كمان في عندك اوبشن انا ممكن تعمل له انيبل اللي هو اوثوريتيف، معناها ان ده الدي اتش بي سيرفر بتاع الشبكه بتاعتك دوت، ده الاوفيشال دي اتش بي سيرفر خلاص. وده هيفيدك جدا لو انت عندك شبكه فيها 2 دي اتش بي سيرفرز. بالمناسبه مش طبيعي ابدا في حاجه مش مظبوطه لو عندك شبكه واحده فيها 2 دي اتش بي سيرفرز والاثنين مش شغالين مع بعض، يعني كل واحد فيهم شغال ستاند الون. في الحاله دي انت كده بتعذب نفسك، ماشي. ليه؟ لان ممكن دي اتش بي سيرفر يدي اي بي ودي اتش بي سيرفر ثاني يدي نفس الاي بي، في الحاله دي هيحصل اي بي كونفليكت، هتبقى مشكله عندك في الشبكه. فانت ممكن تخلي واحد فيهم اوثوريتيف او واحد فيهم هو الـ يعني الدي اتش بي سيرفر الرئيسي بتاعك، ماشي. فانت ممكن تنيبل فيتشر دي او يستحب تنيبل فيتشر دي في الدي اتش بي سيرفر بتاعتك. اللوك فاسيليتي لوكال 7 بعد كده بدا يعرف السبنتس اللي موجوده عندك. تعال كده نشيل كل الكلام ملوش اي لازمه دون ونعرف السبنت بتاعتنا خاصه بينا. مديك شويه كونفيجريشن بارامترز هنا كده، كل دي كونفيجريشن سامبلز موجوده. تعال نمسح كله كده ونسيب واحده نعدل فيها ايه نشتغل عليها. تعال هنا الكومنت ده كده، تعال نمسح كل الكلام ده ملوش اي لازمة خالص. ما هو قللنا حجم الملف اهو. بص لي بقى يا سيدي، بص لي بقى، هرجع تاني لفوق، هرجع تاني لفوق كده بسرعه. في الدي اتش سي بي لو انت عرفت حاجه فوق كده، الحاجه اللي تعرفها جلوبالي فوق ايه اللي هيحصل؟ هتابلاي على اي سبنت تضيفها للدي اتش سي بي. تاني لو عرفت حاجه جلوبالي في ملف الدي اتش سي بي في الكونفجريشن بتاعه، معناها ان هي هتابلاي على اي سبنت تعرفها تحت. يعني لو جيت هنا وعملت تعريف لسبنت تانية وسبنت تالتة، ها كل السبنت دي انا هتاخد نفس ايه؟ نفس المعلومات اللي اتعرفت فوق. يبقى اللي هيتعرف جلوبالي ها هيتعمل له ريفليكشن فين؟ تحت عند اي حد في اي سبنت خلاص. لكن اللي يتعرف جوه السبنت نفسها، اللي يتعرف جوه السبنت نفسها بين قوسين بتوع السبنت دول، معناها ان هو ايه؟ لوكال للسبنت دي بس. يعني لو انت عرفت ان تي بي سيرفر هنا، ها لو انت عرفت ان تي بي سيرفر للسبنت دي، هيفضل ان تي بي سيرفر ده لوكال لمين؟ ها للسبنت دي. لو انت عرفت دومين نيم للسبنت دي، الدومين نيم ده هيرفلكت للسبنت دي فقط. واضح الحته دي؟ ها حد عنده اي مشكله في الحته دي؟ طيب كلام جميل. حاجه كمان، لو انت كنت عملت حاجه هنا وجيت تحت عدلتها، يعني مثلا الليست تايم الديفولت ليست تايم انت عامله هنا 7200 وهنا الماكس 10800 ساعتين وثلاث ساعات، لو انت جيت تحت جوه السبنت وعدلت الديفولت ليز والماكس ليز، ايه اللي هيحصل؟ اي واحد يوم هيمشي؟ اللي معمول له كونفيجر جلوبال ولا معمول له كونفيجر جوه السبنت؟ في الحاله دي لا، اللي معمول له كونفيجر جوه السبنت هو اللي هيمشي. وضحت النقطة دي؟ وضحت الحتة دي؟ طيب
طيب كلام جميل، تعال بقى نعدل كده ونعدل السبمت بتاعتنا، كل اللي هيبقى عليك بس تعدل كده ايه المعلومات دي. وأدى النت ماسك بتاعتي. الرينج بتاعي، الرينج بتاعي بقى بيحكمني هبدأ أوزع أيباهات من كام لكام؟ 192.168.21 خليه يبدأ من 10 لحد كام؟ 192.168.21 خليهولي لحد 250. ماشي، مش ممكن مش من 10 كمان، ممكن أبدأ أوزع من أول 5 هنا كده. ماشي طيب، سؤال بس سؤال، أما ليه جيت وزعت من أول 5 لحد 250؟ ليه ما خدتش من أول 1 لحد 254؟ حد يقدر يقول حاجة زي كده؟ لأن عادة الناس بتوع النتورك ادمنستريتورز عادة بيعملوا إيه؟ مثلا عندك راوتر موجود، الناس عادة بيحطوا الأي بي أدرس بتاع الراوتر أو بتاع الجيت ويز دايما يا إما في بداية السبنت يا إما في نهايتها. خلاص؟ ما أنت ما ينفعش يكون الجيت واي الأي بي بتاعها 192.168.21.1 ولا دوت 2 ويجي إيه؟ ويجي كلاينت ياخد نفس الأي بي، ما ينفعش جهازين على نفس الشبكة ياخدوا نفس الأي بي. دي حاجة من المسلمات. فأنت تعمل إيه؟ خليك دايماً نبيل. ابدأ احجز أي بي أدريسز بعد 3 4 أي بي مثلاً ولا حاجة من أول ما إيه؟ من بداية الشبكة. وسيب آخر 3 4 برضه لنهاية الشبكة، عشان لو جالك حد من نتورك أدمنستريتورز الغلس اللي موجودين عندك في الشبكة وحجز حاجة في الأول أو حاجة في الآخر، يبقى أنت دايماً في الأمان. ماشي؟ خلاص كده؟ طيب، كلام جميل. الدومين نيم سيرفرز احنا عملنا فيها ايه؟ احنا عرفناها فوق، احنا مش محتاجين نضيفها. تعالى كده، والدومين نيم، الدومين نيم اللي هو اسم الدومين بتاعي كمان عملناه. الراوترز بتاعتي هنا، الراوتر بتاعي هو الانترفيس بتاع الفي ام وير نفسه اللي هو كان 2 البرودكاست ادرس اللي هو كان نهايه الاي بي في الشبكه دول 255. بس انا كده يعتبر شبه خلصت. خلاص هتقولي طب فين الدي ان اس؟ طب ما انا عرفته فوق اهو يا عم. خلاص انا قلت لك يا اما تعرف فوق جلوبالي يا اما تعمل ايه يا اما تحطه للسبنت دي. خلاص كده. طيب كلام جميل، تعالى كده ايه نسيب الكلام ده وتعالى سيستم كنترول ريستارت دي اتش سي بي دي. System control status DHCPD. بص لي ايه اللي حصل لي عندي هنا كده بقى ايه؟ بقى شغال دلوقتي من غير اي مشاكل. خلاص؟ اهو. طيب تعال هنا كده على DHCP، تعال نروح كده على الكلاينت ماشين ديل. تعال هنا كده نقول له دي اتش كلاينت عندي. تعالى كمان عشان ايه نبقى شايفين ايه اللي بيحصل، تيل اف فار لوج مسجز. بصوا لي كده، تعالى نعمل ريبوت للمكنه دي كده اصلا ونشوف ايه اللي هيحصل بعد ما تعمل ريبوت. تعال نروح للسيرفر هنا كده.
شايف ايه اللي بيحصل؟ في عندي دي اتش سي بي ديسكفر اهو، في عندي دي اتش سي بي اوفر، وبعد كده في ريكوست وفي اك. تمام، تعال نكونكت كده. ها كونكتد. تعال كده عندي var lib network manager. تعال كده دلوقتي نشوف الليز جاي من انهي مكنه. بص لي كده بيقول لك الدي اتش بي سيرفر جاي من ايه؟ من الدي اتش بي سيرفر بتاعي؟ ها الدي اتش بي سيرفر بتاعي 21.133 اهو. ها ماشي اهو. هذا الاي بي بتاعي. معنى كده ان انا اللي كنت بدي معلومات لمين؟ ها للدي اتش بي كلاينت حاجه. بس لان عارف وانت بتجرب في البيت احتمال يطلع عندك خازوق. ايه الخازوق اللي ممكن يقابلك؟ ان في ام وير نفسها لما انت بتشتغل اساسا بتعمل ايه؟ في ام وير هي اوتوماتيك بتنيبل ايه؟ بتنيبل دي اتش بي سيرفيس. فانت ممكن تروح عندك كده وتروح ال VMware Fusion كده تفتحها تيجي عندي هنا للنتورك. فين 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 Advanced؟ لا مش هنا. لا متظاهرة عندي. طيب مش ظاهرة في الماك. أنا ممكن هي Virtual Network Editor بس مش لاقيها هنا. أنا ممكن أعمل حاجة تانية كده، أروح للسيتنجز أو اروح لسيستم بريفرنس كده، اعتقد ممكن الاقيها هنا. ممكن الاقيها فين فين فين. لا مش ظاهرة عندي. طيب انا هحاول اعمل حاجه. لا مش ظاهره عندي برضو. اهي
مش ظاهره عندي في الماك، بس لو انت شغال ويندوز هتلاقي عندك حاجه اسمها فيرتشوال نتورك اديتور. خلاص مع الفيرتشوال نتورك اديتور بتاعك ايه اللي هيحصل؟ ممكن تخش كده وتقول له وقف الدي اتش بي سيرفيس. هي ما قابلتنيش المشكله عندي هنا في اللاب واحنا بنجرب، بس احتمال تقابلك وانت شغال في البيت، مش احتمال، غالبا هتقابلك واحنا في البيت. خلاص مش كده؟ طيب تمام. يبقى بالنسبه للكلاينت اتاكدنا ان هو اخذ اي بي دي اتش بي، بالنسبه للدي اتش بي سيرفر نفسه اتاكدنا ان هو ايه، هو اللي استقبل الريكوست والاك، او هو اللي استقبل الديسكفر اصلا من البدايه والاوفر وبعد كده ريكوست وبعد كده اك. وهتلاقي عندك حتى اسم المكنه اللي طلبت منك اسمها كلاينت اهي. خلاص ها اعتقد الموضوع كده واضح. يبقى دلوقتي هتقدر تكونفيجر دي اتش بي سيرفر بسرعه؟ اعتقد الكونفيجريشن بتاع دي اتش بي كله ما ياخدش 5 دقائق منك، يعني اعتقد يمكن اقل من 5 دقائق بالظبط. اهم حاجه عندك ان انت لما تيجي تكونفيجر دي اتش بي دايما دايما اكد ان مفيش عندك 2 دي اتش بي سيرفرز. الحاجه الثانيه اختار ها ليس تايم ورينيو تايم مناسبين للشبكه بتاعتك. خلاص يعني ما تعتبرليش نفسك ان انت انترنت بروفايدر، يعني واحد مثلا عامل شبكه واي فاي وموزع بقى على نفسه وعلى الجيران وعلى المنطقه كلها ويدي لكل اي بي، يدي لكل اي بي الرينيو او الليس تايم بتاعه يوم او يومين، خليك منطقي برضه يعني، او يديهم حتى 10 ساعات، 10 ساعات في الوقت ده هتكون حاجه كبيره جدا. ليه؟ لان الناس دي كل واحد موصل لك في البيت بتاعه، اللي معاه موبايل واللي موصل لك تابلت واللي موصل لك مش عارف لابتوب، في الحاله دي اجهزه كتيره جدا بيتعمل لها كل شويه، دخل اجهزه الشبكه شيل اجهزه من الشبكه، فممكن يكون عندك اصلا عدد اجهزه كبير جدا. فايه اللي بيحصل؟ الدنيا بتبوظ. تيجي الجهاز يخش على الشبكه مش عارف ياخد اي بي. ليه؟ لان الاي بيات كلها اتحجزت. تمام كده؟ ها وضحت الحكايه دي؟ لما نيجي نتكلم على موضوع البيكسي سيرفر هناخد حاجه اسمها بيكسي سيرفر عشان نربوط الاجهزه من على الشبكه. تمام؟ مع موضوع البيكسي سيرفر ده هتعرف ان الدي اتش سي بي مش كل وظيفته بس يديك معلومات الاي بي ادرس بس وخلاص، لا ده انت ممكن توزع على الكلاينتس معلومات ثانيه زياده، زي مثلا ايه فين التي اف تي بي سيرفر اللي موجود على الشبكه عشان تبوظ منه؟ خلاص؟ فين الان تي بي سيرفرز اللي موجوده كمان عشان ايه؟ تاخد منها المعلومات. فالدي اتش بي ممكن يديك معلومات كمان اضافيه زياده كمان عن كده. ماشي كده؟ لو حد فيكم شغال يعني حد فيكم اشتغل حاجات سيسكو ولا حاجه هيعرف ان ده من اهم الحاجات اللي موجوده ان انت تدي معلومات تي اف تي بي. ولو انت عندك سيسكو وايرلس لان كنترولر ولا حاجه فانت ممكن تبعت عنوان الكنترولر. خلاص؟ عنوان الوايرلس لان كنترولر للاكسس بوينتس عشان تديسكفر الوايرلس لان كنترولر من الدي اتش سي بي. خلاص؟ مش عارف حد فيكم اشتغل حاجه زي كده ولا لا، بس انا على نفسي انا عاملها امبلمنتيشن. لو عايز تتجرب مثلا مع الدي اتش سي بي حاجه كمان ممكن تعملها، ممكن تعمل سكندري دي اتش سي بي سيرفر. يعني ايه؟ يعني تخلي عندك على الاقل جهازين اتنين شغالين دي اتش سي بي سيرفر. هتقول لي طب ما انت عمال تقول لي ممنوع اثنين يشتغلوا مع بعض، مش بقول لك الاثنين يشتغلوا ستاند الون، لا تعمل دي اتش سي بي كلاستر الاثنين يكومينيكيت مع بعض، اي جهاز يدي اي بي لمكنه اوتوماتيك يتكلم السيرفر اللي جنبه يقول له خلي بالك الجهاز دون او ان الداتا الاي بي دون للمكنه اللي اسمها كذا. طب لو واحد فيهم وقع، بالمناسبه الاثنين بيبعت او الاثنين بيتكلموا مع بعض في نفس الوقت، لو واحد منهم وقع الثاني بيفيل باك وايه ويبدا يتحكم في الاي بي ادرس اللي موجوده في الشبكه عندك. ماشي؟ فدي ادفانس ستابس ممكن تعملها بعد كده في المستقبل لو حبيت تكبر او تزود عن الموضوع يعني. ها وقعت الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله في الدي اتش سي بي؟ حد عنده اي مشكله في الدي اتش سي بي؟ ها جميل جدا، ممتاز ممتاز. يبقى كده اول موضوع عندنا الدي اتش سي بي خلصناه.
تعالوا ناخد بريك، وبعد البريك تعالوا ايه نبدأ موضوع تاني. ماشي كده؟ ماشي؟ تمام.